السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم، أنا الدكتور وليد نبيل. اليوم أحكيكم على جرثومة المعدة. جرثومة المعدة يعني تقريبا أغلب الأمة العربية بها جرثومة المعدة، ماكو واحد ما يقولون بيك جرثومة المعدة. أعتقد أنه لازم الناس يكون عندهم معلومات كافية عن جرثومة المعدة، يتثقفون ثقافة صحية عن جرثومة المعدة. جرثومة المعدة اللي اسمها بالإنجليزي H. pylori، هاي عبارة عن بكتيريا، وصيات من البكتيريا تستهدف المعدة والاثني عشر. طبعا بالبداية اكتشفوها علماء ألمان، قالوا اكو جرثومة تصيب المعدة. طبعا بالبداية الناس ضحكت عليهم، شنو جرثومة تصيب المعدة؟ المعدة تعرفون شنو بطن، شنو بيها المعدة؟ المعدة بيها حامض ال HCl، تيزاب ما يضل شيء ما يحرقه، شلون جرثومة تعيش بيها؟ يعني ممكن تاكل اكل ببكتيريا سالمونيلا شيجيلا تعبر من المعدة، تتغاث المعدة وتروح للأمعاء تسبب لك إسهال أو ديزنتري، بس ما البكتيريا تعيش في المعدة، هاي صلافة. يعني شلون تعيش في المعدة؟ والمعدة كل احنا نعرف بين فترة وفترة تفرز حامض ال HCl اللي هو تيزاب يحرق كل شيء. يعني شلون ممكن كان حي يعيش بيه؟ شيء مستحيل. فما صدقوهم، قالوا تحكون شيء مو منطقي. إلى أن مرت السنين والأيام، اجوا علماء اثنين استراليين. هذول العلماء الاستراليين اكدوا الموضوع، قالوا يابا ترى اكو صدق جرثومه بالمعده، وهي هاي اصلا سبب القرحات. الناس اللي جاي تصير عندهم قرحه سببها جرثومه المعده، لان اكو ناس يقول لك انا لا اكل فلفل ولا اكل حامض ولا اكل حار، وجاي يصير عندي قرحه بالمعده. شنو السبب؟ قالوا يابا السبب جرثومه المعده. انت صح ما تاكل شغلات حامضه وحاره وملتزم وما تدخن، بس هاي جرثومه المعده هي جاي تسبب لك قرحه المعده. يا بنتم العلماء الاسرائيليين الاثنين العباقره، واحد اسمه روبن وواحد اسمه باري مارشال، يا با شلون جرثومه تعيش في المعده؟ قالوا لهم يا با هذه الجرثومه تعيش بالغشاء المخاطي للمعده. اكو غشاء المعده تكون من عده جدار، اكو شيء اسمه غشاء مخاطي. الغشاء المخاطي ما يصل لهذا الحامض نهائيا، لانه هو ينفرز فوق الغشاء المخاطي. فشوف هاي داهية، هاي الجرثومه ملعونه، هاي الجرثومه. فهاي الجرثومه تجي تخلي روحها وين؟ تلبد بالغشاء المخاطي، فما يصلها لا يوصلها شيء ولا يوصلها حامض السيال، تضل هنا بالغشاء المخاطي. شلون ملعونه هاي الجرثومه؟ طبعا هذا اكتشافهم اكتشاف كبير جدا، وبالبدايه صراحه اقول لكم اياها، من قالوا هذا الحكي هم الناس هم ما اقتنعوا بهم، وسط يعني وسط العلماء مو كلش اقتنعوا بهم. فهذا مارشال ترفز من الموضوع، سوى انه جاب له جرثومه مال المعده، ب واحد مصاب جرثومة المعدة وخلى المكونات مال جرثومة أخذها من عنده وأكلها. من أكلها انصاب بالجرثومة المعدة، وبدأت تطلع من حلقه، بدأت تطلع عنده أعراض مال جرثومة، بعدين راح نحكيه إن شاء الله، وبدأت تطلع منه ريحة كريهة جدا من حلقه. حتى مرته قالت له يا ترى ريحة حلقه كتلتني، خذ لك علاج. فأخذها لعلاج وطاب، وهاي تضحيته ما راح تبلاش طبعا. فحصل جائزة نوبل في الطب مارشال وباري روبن، هذول الاثنين علماء استرال على هذا اكتشافهم. حصلوها بعام، طبعا مو بعيد، بعام 2005 حصلوا على جائزة نوبل بسبب اكتشافهم. هذا الاكتشاف طبعا اكتشاف جدا مهم، لان شافوا اكو ناس تنصابون بالقرحة مثل ما قلنا وهم ملتزمين بالنظام الغذائي، وانه تبين انه سبب القرحة جاي يصير بسبب جرثومة المعدة، فكان اكتشاف جدا مهم. هذه باختصار قصة جرثومة المعدة. تعالوا خلنا نعرف جرثومة المعدة. أول شيء تصيب 50% من الناس، أغلب الناس عندهم جرثومة المعدة، يعني إذا أشوف لك 10 نفرات معناته 5 بهم جرثومة بالمعدة، بس الغالب ما عنده أعراض. يعني هاي الجرثومة تجي قلنا تلبد بالغشاء المخاطي وتضل ساكتة، تسوي هدنة بينها وبين الجسم، تقول لها أنا ما راح أتدي عليك ولا راح أزرف معدتك وأنت لا تحاكيني، فالأمور طيبة. بس بعدين من الجرثومة هاي تتجسر وتطمع، ف تبدأ تتكاثر وتزرف المعدة وتسبب قرحة المعدة، هنا تظهر الأعراض، هنا لازم احنا نعالجها. إذا أول شغلة عرفناها إنه احنا مو كل شخص نسوي تحليل جرثومة المعدة، خصوصا بالدم الأعراض مالته نتهم قبل جرثومة المعدة، لا، إذا ما عنده أعراض تحليل الدم حتى لو طالع عنده جرثومة المعدة انقل أنت عندك جرثومة المعدة، هذا ما نعتمد عليه التحليل. أول شيء تحليل جرثومة المعدة ما الدم، حتى لو كنت مصاب من قبل بجرثومة المعدة راح يطلع عندك بوزيتيف، يعني يطلع عندك مصاب. فهذا التحليل مال الدم صراحة غير معتمد عليه نهائيا، يعني يعتبر تحليل روتيني فما ناخذ به. التحليل اللي يؤخذ به هو يا اما تحليل الخروج،
يسهولك تحليل يسمونه اتش بالوري انتيجين انستول، يعني بالخروج نشوف جثث الجرثومه. فمعناته انه جرثومه هنا متجسره وبدت تتكاثر وجاي يصير معركه وجاي تطلع جثثها، جاي تطلع جثث مالتها وين؟ بالخروج مالتك. هنا لا، معناته فعلا الجرثومه لازم تتعالج، لان هنا معناته صار معركه وجثثها جاي تطلع بالخروج. فتحليل الخروج نقدر نعتمد عليه. التحليل الاخر المعتمد عليه اللي هو صراحه وهذا هم تحليل صراحه، اللي هو تحليل التنفس، يسمونه تحليل اليو بي تي، يعني البوله التنفسيه، يعني يخلون عندك كيس وتنفخ، يشربونك ماده وتنفخ، وراها يقيسون نسبه النيتروجين ويطلعوا لك اياها ويبينون انك عندك جرثومه ما او ما عندك. فهو هذا الاضبط صراحه، اضبط تحليل هو تحليل التنفس، ورا يجي تحليل الخروج، ورا يجي تحليل الدم، وقلنا تحليل الدم وكلش نعتمد عليه صراحه. شنو هي اعراض جرثومه المعده؟ الم بالمعده، حرقه بالمعده، تجشؤ يصير عند الشخص، انتفاخ بس ياكل يصير عنده انتفاخ، غثيان، لعبان نفس، ما يشتهي ياكل. هاي كلها اعراض جرثومه المعده، ويتم علاج جرثومه المعده عن طريق يسمونه العلاج الثلاثي. نستخدم بروتين بوم انهبيتر اللي هي مثل الامبرازول والبنتبرازول، هاي تنوخذ قبل الاكل، ونعطي مضادات حيويه مثل الكروثرمايسين او الاموكسيلين، او اكو التشكيله مثل اكو هي اصلا جاهزات مثل اتش بالوريكيت، هي ادويه جاهزه تنوخذ حبايه قبل الاكل وحبايتين بعد الاكل، اذن ثلاث حبوب، ثلاثه الظهر وثلاثه بالليل لعلاج جرثومه المعده، لان اذا ضلت راح تسبب لك قرحه بالمعده وراح تجرف معدتك، فلازم تعالجها. كان معكم الدكتور وليد نبيل، ودمتم بصحة وعافية.